بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. خصصنا هذا الاجتماع لفقرة واحدة في جدول الأعمال، وهو الوضع الأمني في البلاد والتظاهرات الموجودة وكيفية الاستجابة لمطالب المتظاهرين وكيفية أيضا ضبط الأمن والنظام وكيفية الاستجابة لخطاب المرجعية الدينية العليا. هناك أعداد من الضحايا من المتظاهرين وكذلك من قوات الأمن، شهداء، جرحى. هذا وضع نحن لا نرضاه في الحقيقة، ما كنا نتمنى أن يحصل هذا. وإحنا بين أمرين، إما نترك مهامنا في حماية الأرواح والممتلكات وضبط النظام، أو أن لا نستجيب للمطالب المشروعة لأبناء شعبنا. منذ قيام هذه الحكومة حصلت مظاهرات كثيرة وحركات احتجاج، وكنا نحمي المتظاهرين ونقدم كافة المستلزمات لاستمرارهم والاستماع إلى مطالبهم، ولم يحصل حقيقة أي اشتباك يؤشر بشكل من الأشكال في كل تلك المرات. يعني طوال السنة الماضية حصلت كثير من الاحتجاجات والعصامات، ونصبت سرادق وخيمات، وكنا نذهب إلى تلك المواقع لكي نهدئ الخواطر ونستلم المطالب، ما نستطيع تلبيته نلبيه، ما نعد به نعمل عليه لاحقا. وهذا الشكل الجديد قد يعبر عن كبت واسع، وأمر مفهوم لدينا وواجب الدولة، واجب الحكومة، هو تفكيك هذا الكبت وإيجاد الوسائل الكفيلة بتقديم حلول. وأي دولة في العالم، خصوصا في حالة العراق، خصوصا في قضايا مثلا التعيين ومحاربة البطالة وإعطاء الحقوق المختلفة التي فيها كلف مالية أو حقوق عينية، هذا يتطلب حقيقة أموال، ويتطلب استثمارات، ويتطلب مجيء شركات، والشركات والأموال والاستثمارات تحصل في حالة من الهدوء والاستقرار. فالحكومة لا تريد حقيقة إلا أن تكون مع شعبها، ما عندنا أي موقف خارج مطالب شعبنا. هاي حكومة انبثقت من الشعب بانتخابات، وهي رهن إرادة هذا الشعب. فبالتالي نحتاج إلى شيء من، إذا كانت هذه المظاهرات جديدة، نحتاج أيضا من الفهم الجديد من الحكومة والدولة للتعامل مع هذه الأشياء. الأمور العلاقة بالأحزاب، بالقوى المعروفة لدينا، لكن قد يكون اليوم هناك نمو لفئات لم تنتظم بشكل. نحن ندعو يا إخوان، يا متظاهرين، يا معتصمين، تعالوا نبحث المسائل. فتحنا الأبواب، رئيس الوزراء سجل أرقام هواتف وفتح أبوابه للبحث والتفاوض، رئيس مجلس النواب اليوم أيضا فتح أبوابه للبحث والتفاوض. أرسلنا نحن، رئيس الجمهورية قام بالأمر نفسه، أرسلنا نحن مندوبين إلى المواقع للاتصال والبحث والتفاوض، لكن لا تبرز لنا قيادات،
لا تبرز لنا قيادات، تبرز لنا مطالب من أناس حتى لم يشاركوا في التظاهرات، وهذا حقهم، لكن لم يشارك في التظاهرات. موضوعنا هو موضوع التظاهرات، نريد من يمثل هذه التظاهرات حتى نبحث مع الأمر. القوات الأمنية تحاول أن تقوم بواجبها، المتظاهرين يحاولون أن يوصلون صوتهم وصوتهم مسموع. حقيقة أنا دعيت إلى هذا الاجتماع حتى نبحث، حتى أولا نقيم الوضع ونبحث سلسلة من المطالب التي وصلت إلينا بطريقة أو أخرى، عسى أن تساعد في تلبية مطالب شعبنا. ما عندنا شيء إحنا منع عن شعبنا. أنا مستعد في أي مكان أن يبقى الإخوة المتظاهرين في أماكنهم، في مناطقهم، أينما كانت، أنا أذهب إليهم أو أرسل في أماكن أخرى مندوبين بدون أي قوات مسلحة، أذهب إليهم مجرد من السلاح وأجلس معهم ساعات أستمع إلى ما يريدون. إذا كان هذا يهدئ الحالة فأنا مستعد للقيام بذلك وصرف الأيام القادمة في هذا المشروع. يتصلون يقولون تعال إلى الشعلة، أروح بنفسي إلى الشعلة مع عدد قليل من المرافقين، لا نحمل سلاح، لا تأتي معنا قوات مسلحة مثلا، ونجلس نسمع، ويعبرون عن غضبهم، يعبرون عن رأيهم، يعبرون عن معارضتهم، يعبرون عن مطالبهم، نستمع لها. بالمقابل نطلب أن التوقف عن الذهاب إلى شوارع بغداد وشوارع المحافظات الأخرى، واليوم عندي حرق مقرات، ومن الجميع لا يوجد عندي مقر اليوم لأي حزب لم يتعرض إلى حرق في هالمحافظة أو تلك المحافظة، حرق مؤسسات عامة، حرق مصارف. طيب هذا الأمر كيف يعني؟ إذا تخلينا عنا إحنا رح يقولون أنتم ما تحمون مصالح الناس. إذا تدخلنا وسقطوا شهداء وسقطوا أيضا صار إصابات، الآن الإخوة المسؤولين سيد وزير الداخلية مثلا رح يقدم الإصابات الموجودة في صفوف القوات الأمنية في وزارة الداخلية، وزارة الدفاع أيضا عندها إحصائيات، منظمة حقوق الإنسان عندها إحصائيات، وزارة الصحة عندها إحصائيات. احنا ما نريد هذا العدد من الضحايا أن يقع، فبالتالي رح نبذل كل جهد لإجراء تحقيقات للتعرف على من يقوم بهذا الاعتداء. إذا كان من طرف القوات الأمنية، إحنا لدينا أوامر مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي، هناك قواعد سلوك وفي كل دول العالم معروفة نتقيد بها، غير حالات محددة جدا من الدفاع الأقصى عن النفس. زين، هناك أوامر صارمة، سيد وزير الدفاع قاعد، وزير الداخلية قاعد، قادة القوات قاعدين، كم اجتماع سوينا أكدنا على عدم استخدام هذا الشيء. نسمع عن قناصين، نسمع عن قنابل يدوية، نسمع عن قنابل مولوتوف، حرق شرطي أمام الناس، حرق مواطن، سقوط مواطن، يعني الأعمال متبادلة والكل مواطنين، الكل أعزة، لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال. فإذا كان هذا يوفر بعض الحل حتى نوقف هذا الاحتقان وندخل في عملية بحث، فأنا مستعد حقيقة أن أروح إلى أي مكان يشاء أي تجمع أنا وإخواني. ما لح أقدر أروح إلى كل مكان وكل المحافظات، لكن أينما أمكن ذلك سأذهب، وبدون قوى عسكرية حتى نبرهن عن حسن نوايانا أن احنا على استعداد أن نسمع المطالب المشروعة لشعبنا ونتفهمها. أما فيما يخص خطاب المرجعية فأيضا كان خطاب منقط ودقيق جدا في معاني وفي تعابيره، واحد رأسا كان عندنا رد فعل وتجاوب في لهذا الخطاب. أقرأ عليكم ما كتبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
ورسوله والمؤمنون مرة أخرى تبرهن المرجعية الدينية العليا أنها صمام الأمان والمنار الواضح الذي يرسم طريق الهداية في أيام المحن والشدائد، إذ استمع الشعب العراقي والعالم أجمع إلى نص خطبتها المكتوبة في صلاة هذا اليوم الجمعة، والتي أوضحت فيها موقفها الجلي من الأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد، حيث رفضت وأدانت الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية والعنف وأعمال الشغب، وطالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من مناهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في إدارة الدولة. إن الحكومة بكافة مؤسساتها تلزم نفسها أمام الله سبحانه وتعالى والمرجعية الدينية العليا والشعب العراقي الأصيل بالنهوض بواجباتها وتقديم برامجها العملية والقيام بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة. كما تلتزم الحكومة بأعلى درجات الشفافية والتشاور الواسع لتقديم أسماء اللجنة كما اقترحها مكتب المرجعية الدينية العليا في 7 آب 2015، وتعريف وسائل عملها انسجاماً مع ما ورد في الخطبة. وتدعو الحكومة السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون والتنسيق كل في اختصاصاته وصلاحياته لتنفيذ المناهج والخطط المطلوبة من الجميع ضمن جدول زمني واضح وصولاً إلى تحقيق الإصلاحات المطلوبة. كما تدعو الحكومة القوى السياسية الكبرى في البلاد إلى التعاون فيما بينها وبالتالي مع الحكومة لتوفير كافة شروط الإصلاح ومستلزماته للسير قدماً وفق المنهج الذي تقترحه المرجعية الدينية العليا والذي طالما ذكرت به والذي أعلنا جميعاً الالتزام به. هذا كتب في يوم 24/1/2019. هذا الإجراء وسنستمر على تطبيقات العملية. أيضاً كان هناك مقترحات لأن تقوم الحكومة بتقديم حزمة من الأمور التي يمكن فعلاً في هذه المرحلة حيث يطالب الجميع بالإصلاحات، ووضعنا بعض النقاط سنعالجها في الجلسات الأخرى، لكن إصلاحات تشريعية نستطيع فعلاً أن نقدمها إلى مجلس النواب، وفيها أمور محورية أساسية، مكافحة الفساد والفاسدين، أيضاً هناك نقاط عن هاي رؤوس الأقلام، إصلاحات مالية، أيضاً فرص توفير فرص عمل الشباب، مكافحة الفقر، المتظاهرين، البنى التحتية والخدمات، إصلاحات إدارية، دعم الاستقرار في عموم مناطق العراق. ففي كل ملف من هذه الملفات أكو عدة ملفات، مثلاً في البنى التحتية أيضاً هناك مشاريع ما مستكملة، مشاريع جديدة، اتفاقات في مكافحة الفقر، أيضاً تقديم حد أدنى لدخل العائلة والإسراع بتنفيذ مبادرة الإسكان، توفير فرص العمل للشباب، دعم المشاريع الريادية، قروض الميسرة لتأسيس مشاريع صغيرة الحجم، توفير التعيينات على حركة الملاك وتعويض الإحالة على التقاعد، تدريب مدفوع الثمن، فتح التطوع في الجيش، توفير كل هذه التسهيلات. كذلك في الإصلاحات المالية
وإلغاء تعدد الرواتب، توطينها إلى آخره، تقليل الفوارق في الرواتب، وضع سلم موحد للرواتب، وفي مكافحة الفساد استكمال كل هذه الملفات وتقديمها إلى القضاء، كما عملنا مع حوالي 1000 موظف قبل فترة، وضع آليات لتجريم التسقيط الإعلامي، وكذلك في التعديلات الدستورية عندنا قانون النفط والغاز وتوزيع الموارد، مجلس الإعمار، مجلس الخدمة الاتحادية، تعديلات دستورية، قانون المحكمة الاتحادية، قانون الوزارات، غيرها من قوانين مطلوبة بما فيها قانون الانتخابات. رح نبدأ في طرح بعض المطالب الواردة إن أو الواردة إلى رئيس مجلس النواب، ما هو في صلاحية مجلس الوزراء حتى نقرها، حتى فعلا نقدر أن نطمئن شعبنا أن احنا جادين في تلبية المطالب، ما عندنا أي سبب يمنعنا من تلبية المطالب، وكل شيء يعتمد على قدراتنا، وكل قدراتنا نجندها ونحاول أن نجد الحلول. نريد أن موارد الدولة تخصص إلى المواطنين بشكل عادل وكلما أمكن ذلك. فإحنا ماشيين في مشروعنا ومطمئنين أن هذه التجربة تقوي من الدولة، الحكومة مو مشكلة، الحكومة تروح وتجي، وزراء يروحون ويجون، لكن الدولة تبقى. وإذا خرجنا من تجربتنا مع دولة أقوى، أكثر نظام، ومجتمع أكثر انتظام، ما أقول متكامل لكن متقدم عما كان عليه الأمر، بيش تراجعنا؟ تراجعنا بالكهرباء؟ لا، تقدمنا بالكهرباء. تراجعنا بالمياه؟ لا، تقدمنا بالمياه. تراجعنا بالزراعة؟ تراجعنا بعلاقاتنا الخارجية؟ يعني البطالة زادت في عهدنا بسببنا، لو احنا حاولنا ان نوجد فرص. معدلات النمو اللي كانت مسجلة سلبية في العام الماضي، الان عندنا معدلات نمو ايجابية، زين، وهل مجرة؟ فمن تجي تقول انتوا تراجعتوا، بيش تراجعنا؟ احنا وين نختلف؟ واحنا نصر ان نسبة التقدم في البرنامج كانت 79%، نصر علميا ومنطقيا وحسابيا، 2+2=4، انت تقول لي 40%، على راسي 40%، انا ما متراجع، انا متقدم، زين، لكن انتوا تراجعتوا، انتوا تراجعتوا، تراجعت الاموال، تراجعت الاحتياطات، تراجعت الاقتصاد، تراجع، اغلقت مشاريع بخطط غير صحيحة. انت اليوم لما تجي تغلق الاف المشاريع، زين، ويتراكم عندك الاندثار وتتعطل هذه المشاريع، والآن من نريد نعيدها يأخذ عليها اندثار وأنطي تعويضات، وسرحت مئات آلاف العاملين في المشاريع، مئات آلاف العاملين سرحت أنت من المشاريع، ليش؟ حتى بس تدفع الرواتب، هي الرواتب أهم شيء في البلد، ماكو شيء. الإخوة كلهم راحوا إلى كل بلدان، الآن مقام الدولة العراقية في العالم تراجع لو صعد لي فوق. يا يوم أحد قدر يفتح علاقات بين السعودية وإيران، إحنا دا نفتح، هاي دولة ضعيفة، هاي دولة مفككة، هذا كلام عيب، مخجل، مزايدة، كاذبة، زين، إحنا ماشيين. أنا والله العظيم في كل هذا الموضوع ما عندي قلق إلا من الضحايا، لذلك أنا أحاول أن أطبق ما ذكرته. أعلن أن كل من يتوقف عن التظاهر يحتشد في منطقته، أنا أروح له وراء ما شيوخ هذا أو زعامات يقولون إحنا مستعدين نستقبل بسلام، أروح له بنفسي، لا حراسة ولا أحد، فنحاول نقنن هذه المسألة، ونحاول أن تكون إحدى الوسائل للتهدئة من كل من هو مخلص، وعزل من يريد المشاكسة والمشاغب والاندساس، حتى نقدر من يريد فعلا مصلحة موجود دا أوفر له وسيلة، حتى العالم الخارجي يشوف ان احنا كليتنا، كلكم قلتوا احنا مستعدين، همنا احنا ما عندنا مشكله، احنا ما نريد نخلي حواجز بيننا وبين شعبنا. اشكركم شكر جزيلا.